السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على من سمع النداء. ويقول الإمام أحمد أن الجمعة يجب على من يبعد عن المسجد لفرسخ فما دون. فما هو الفرسخ؟ وهل من يبعد عن المسجد في أكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة لا تقام إلا في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد علي وعهد عثمان وعهد علي، ولم تعدد الجمعة في بلد واحد إلا في القرن الثالث، يعني مضى على الأمة الإسلامية 100 سنة وهم يصلون في مكان واحد. وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراس ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأن المسجد هذا لكل أهل البلد. أما إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. عرفت؟ والفرسخ 3 أميال. وإنما قلت لك هذا فإنه مضى على هذه الأمة الإسلامية 100 سنة ولم تعدد الجمعة في المساجد من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم، حيث يعددون الجمعة حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد. هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ. فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوما في الأسبوع يجتمعون فيه ويسترون عن إمام واحد وعن رأي واحد، فإذا تعدت الجمع زالت هذه الحكمة. نعم.